نيجي هلا للجزء الأهم من المحاضرة اللي هو الجزء الثاني رح نحكي فيه عن properties of ال heart muscle properties أو خصائص ال cardiac muscle. بعدها رح نحكي عن action potential وخطواته بال different types of ال cardiac muscles. okay طيب هلا بالنسبة لل properties في عندنا أول خصائص في عندنا أهم أربع خصائص بالقلب هم عبارة عن ال rhythmicity, excitability, conductivity, contractility. rhythmicity هاي الخاصية خاصة بال pacemaker of the heart اللي هي لما يكون القلب قادر إنه يطلع impulses برhythm معين خلينا نحكي بنسق معين تمام. excitability اللي هي الخاصية لل contractile heart muscles اللي هي المسؤولة عن contraction إنها تتحفز من خلال الimpulse اللي حيطلعه ال pacemaker. conductivity اللي هي الخاصية الثالثة اللي بتخص إنه كيف القلب بيقدر ينقل هذا الأكشن potential لكل أجزائه. وآخر شيء الـ contractility استجابة القلب الـ action potential عن طريق الـ mechanical contraction تمام؟ أوكي هلأ في هون معلومة كتير مهمة ما رح يصير في عندنا excitability إذا ما كان في عندنا rhythmicity يعني إذا ما كان في عندنا pacemaker يعطي action potential ما حيكون في عندنا excitability للـ tissues. أوكي؟ طيب نيجي على أول واحدة اللي هي عبارة عن الـ rhythmicity. الـ rhythmicity هي عبارة عن الـ ability of the tissue to produce its own impulses اللي هي الـ pacemaker mission أو مهمة الـ pacemaker regularly. النسق يكون regular تمام؟ يعني نسميها regular rhythm. It is called also اللي هو auto-rhythmicity. auto لأنه اللي هي القلب can create the impulses by its own تمام؟ بيشتغل لحاله. auto-rhythmicity. specialized structure in the heart called the pacemaker اللي حكينا عنها قبل اللي هي بالعادة بتكون ال SA node تمام؟ اوكي. الخاصية الثانية اللي هي عبارة عن excitability والexcitability هي عبارة عن ability of the contractile cardiac muscle to respond to the stimulus. stimulus مين أعطاه؟ ال pacemaker. مين استجاب للstimulus هي عبارة عن excitable tissue بالheart اللي هي عبارة عن contractile cardiac muscles. okay. it respond to للstimulus electrically أول إشي بعدين mechanically اللي هي عبارة عن contraction اللي حصير. هون الدكتورة ذكرت معلومة إنه excitable tissues بالجسم هي عبارة عن ال nerves والمسلز. هدول هم two excitable tissues بالجسم. لما نحكي excitable tissue يعني tissues اللي تستجيب للimpulses electrically تمام بمعنى آخر أنا بعطيها action potential وبيطلع لي كهرباء بالمقابل أو بتستجيب للaction potential بأنها تنقل هذا الaction potential وتستجيب له عن طريق انتقال الأيونز فتستجيب للimpulse electrically تمام. طبعا النيرف تستجيب للaction potential أو للimpulses electrically فقط ولكن المسلز اللي بتتميز فيه عن النيرف هي بتستجيب electrically بعدين mechanically بالcontraction تمام؟ اوكي هلأ conductivity اللي هي الخاصية الثالثة هي عبارة عن انه القلب فيه specialized conducting system وحكينا عن conducting system اللي ببلش بالSA node وبنتهي آخر شيء بالبركنيي fibers أو البركنجي fibers which implies from the SA node زي ما حكينا to the all part of the heart. وآخر شيء contractility اللي هي عبارة عن آخر خاصية اللي بتتميز فيها المسلز كميكانيكال ريسبونس للإمبولسز اللي طلعت فيها البيس ميكر بعد ما يطلع الإمبولس إذا تستجيب أول إشي المسلز كإكسايتابيلتي إلكتريكلي بعدين تستجيب ميكانيكلي ككونتراكشن تمام. واللي بيساعد على الموضوع هذا كله هو عبارة عن الكوندكشن اللي هي إحدى خصائص القلب اللي مسؤول عنها الكوندكتيف سيستم بالقلب تمام. أوكي هلأ طيب هنا بيحكي لنا أن الكونتراكشن of the cardiac muscle is to eject the blood. الهدف من contraction هو to eject the blood إنه يدفع the blood into the vessels. هذا contraction is triggered by the action potential that is sweeping across the muscle cell membrane. sweeping يعني عم بنتقل across the muscles تمام؟ okay. مين بنشيء ال pacemaker. the heart contracts or beats rhythmically. والrhythmicity هي واحدة من خصائص القلب المسؤول عنها ال pacemaker. as a result of action potentials that is generated by itself بال pacemaker. A property called auto-rhythmicity. auto-rhythmicity اللي هي itself. auto اللي هي self أو by its own. تمام؟ طيب. There are two specialized type of cardiac muscle cells. هنا بدي أعيد تصنيف المسل سيلز الموجودة بالقلب. تمام؟ إحنا صنفناهم لثلاثة بالبداية. المسؤولة عن contractility, contractile units. والثاني اللي هي عبارة عن pacemaker. والثالث اللي هي عبارة عن conductive. بس هون حنقسمهم لتقسيمتين شاملات أكتر. لهم عبارة عن contractile. cells اللي بشكل 99% فالنسبة هي مش 90 هي 99% يمكن أنا سمع الدكتورة غلط أو الدكتورة حاكي 90 ومخلبطها تمام. فالcontractile muscles هي عبارة أو muscle fibers هي عبارة عن 99% من كل الميوسايت أو كل الميوكارديوم
ظل في عندنا تقريبا بس 1% للأوتو ريديميك سيلز. والأوتو ريديميك سيلز ها تشمل 2 types of cells اللي هي عبارة عن pacemaker المسؤولة عن الانيشيشن والconducting اللي هي conducting system. تمام، فهدول التنتين اللي كنا احنا فاصلينهم فينا نجمعهم تحت الأوتو ريديميك سيلز. طيب هلأ بما تبقى من المحاضرة رح نحكي عن أول 2 properties اللي هم عبارة عن rhythmicity، بعدها رح نحكي عن excitability. تمام، والباقي إن شاء الله رح نكمل فيه بالمحاضرة رقم 2. طيب هلأ rhythmicity زي ما حكينا هي عبارة عن ability of the tissue اللي هي بالعادة بتكون pacemaker to produce its own impulses regularly in a regular rhythm. It is called auto-rhythmicity. Auto اللي هي زي ما حكينا by itself. Rhythmicity اللي هي الخاصية تبعية القلب بإنتاج الأكشن متنشل على rhythm منتظم regular rhythm. The heart has a specialized excitatory structure اللي هو pacemaker. طبعا pacemaker كتير حكيت كلمة pacemaker ولكن كله هيك عم بيعيد وبيزيد حوالين نفس النقطة. From which the discharge of impulses is rapid. حكينا انه ليش ال SA node بتغلب على باقي ال conductive system بال initiation of the action potential. ليش هي عبارة عن pacemaker؟ لانه هي اسرع واحدة بال initiation او اسرع واحدة بهاي الوظيفة. تمام، فبتغلب على الباقي. High specialized structure here about on pacemaker. From here, the impulses spread to other parts through specialized conductive system. Once an action potential طلع من ال pacemaker, رح ينتقل عن طريق ال conductive system to باقي القلب. تمام. The SA node is a small stripe of modified cardiac muscle. هي بالنهاية cardiac muscle ولكن modified. Situated. كتير مهم situation تبع ال السايت تبعها اللي هي superior part of the lateral wall of the right atrium. هاي عبارة عن left atrium، هاي right atrium موجودة فقط، يعني موجودة على ال upper lateral border of the wall تبع ال right atrium. مكانها كتير مهم تحفظوها. هلا احنا تعرفوها من هلا هاي المعلومة، ليش دائما نرسم القلب مائل بهذا الشكل؟ لأنه القلب موجود بالجسم بهذا الشكل، الاكسس تبعه. لو بنرسم الاكسس تبع القلب هون، وكلمة access إن شاء الله منشوفها بمحاضرة الـ ECG. الـ access تبع القلب هيك مائل. تمام، يعني مائل تقريبا بزاوية معينة على سطح الأرض، فميلانه هيك مش من عبث، ميلانه لأنه هو هيك أصلا موجود بالجسم. تمام، هلأ هاي specialized fibers ما فيها contractile element أو فيها very little contractile element زي ما حكى الدكتورة. في كتب تكتب إنه ما فيها contractile element من مريا، يعني ما فيها striation، بس قبل شوي حكينا إنه فيها very little striation، يعني فيها very little contractile element. التنتين ممكن يكونوا صحيحين. تمام، ولكن لأنه وظيفتها مش contraction فما بيهمنا كمية contractile element اللي فيها، ولكن على جميع الأحوال على الأقل فيها كمية كتير صغيرة من contractile element. تمام، these fibers are continuous أو yes continuous with the fibers of the atrial muscles، فهم على direct contact مع باقي muscles اللي هي contractile muscles. فهاي impulses from the SA node spread rapidly through the atria. يعني انتقال الاكشن potential بهاي الحالة حيكون عن طريق عن طريقين. تمام، هلا هاي عبارة عن SA node. تمام، وال AV node حتكون هون. وحكينا انه باقي muscle fibers اللي هي contractile muscle fibers حتكون in direct contact مع ال SA node. تمام، هاي هي muscle fibers ال contractile ones. هلا ما دام انهم in direct contact فرح ينتقل impulse directly على أساس إنه هاي خلية وهاي خلية. تمام، من خلال زي ما حكينا gap junctions والbranching، هاي خلية وهاي خلية حينتقل بيناتهم مباشرة action potential. والطريقة الثانية رح ينتقل فيها action potential على لباقي القلب هو عبارة عن conducting system اللي هي منبلش احنا من SA node into internodal tract، بعدين AV node، بعدين بكمل للventricles. تمام، فبتم انتقال الاكشن بوتنشال بالعاده بالطريقتين مع بعض. فالخليه هاي بعد يعني بعد الاس انود ما تعطي للخلايا اللي حواليها، الخلايا اللي حواليها رح تعطي للخلايا اللي بعديها وهكذا، والكوندكتنج سيستم. طيب other parts of the heart such as the AV node والاتريا والventricle can also produce impulses. تمام، حتى الاتريا والventricle، حتى المسلز الكونتراكتايل مسلز في حال كل الكوندكتنج سيستم اتعطلت فيها تاخذ مهمه البيس ميكر، بس حتكون يعني الفانكشن تبعها كتير اقل من مثلا الفانكشن تبع الاس اي نود اللي هي البيس ميكر الاصلي. تمام، اوكي، هلا شو اللي بخلي الاس اي نود تتغلب هو انه الريت تبع البرودكشن اوف امبولسز حيكون مور بالاس اي نود than other parts، فهي بخليها تطغى على باقي الكوندكتنج سيستم بانه يعطي الاوتو ريديمسيتي اللي متعوده عليها. تمام، اوكي، هلا شوفوا هون عشان احنا نشوف فعليا قديش الاس اي نود اسرع من باقي الكونتاكتنج سيستم. مثلا الـ SA node بتعطي impulses برايت تقريبا 70 ل 80 impulse per minute، الـ AV node 40 ل 60،
الاتريال muscles تقريبا 40 ل 60 مثل الاي بي نود، بيركنيي فايبر او بيركنجي فايبر up to 40 per minute. وكل ما احنا نزلنا بالليفل كل ما صار الابطا ابطا فابطا. تمام، اسرع وحده هي عباره عن اس اي نود، لهيك هي ماخذه هاي المهمه. هلا both atria and are completely separated on both ventricles. هذا الشيء حكيناه انه completely separated by fibrous disc، والconnection الوحيده بينهم هي عباره عن conductive system فقط. لهيك الهارت يعتبر two completely separated syncytiums. The entire heart becomes excited, triggering the contractile cells to contract. The heart to beat normally تقريبا ال heart beat تبعنا أو ال heart rate تبعنا تقريبا 70 ل 80 beat per minute، اللي هي نفسها تقريبا اللي بتعطيها ال SA node. For some reason إذا ال SA node damaged زي ما حكينا next رح يكون ال AV node هي اللي رح تاخد المهمة تبعية ال pacemaker. تمام؟ اوكي. هلا بالريذمسيتي حيهمنا الاكشن بوتنشال تبع الاس اي نود. تمام، الاكشن بوتنشال اوف ذا اس اي نود حيختلف عن الاكشن بوتنشال اوف الباقي المسل اللي هي عباره عن الكونتراكتايل مسلز. اوكي، طيب قبل بس ما نشوف الاكشن بوتنشال للكاردياك مسلز بشكل عام، رح نرجع هيك نتذكر شوي الاكشن بوتنشال والخطوات تبعيته بالنيورون او النيرف سيلز. هلا هي كانت تبلش بديبولاريزيشن مثل هيك، ممكن احنا بالريستنج بعدين بصير في عنا depolarization، بعد هيك طبعا depolarization من NA influx، بعدين رح يصير في عنا repolarization رح ترجع على الريستنج، بعدين بصير في عنا شوية hyperpolarization، بعدين back to the resting. ال repolarization من ال K efflux خروج ال K بريون، بعدين هنا بيجي عندنا ال NAK 80 base bump حتى ترجع ال equilibrium أو distribution تبع ال K وال NA للوضع الطبيعي، لأنه إحنا بنعرف إنه ال NA المفروض تكون بريا وال K المفروض تكون جوا. تمام، ولكن إحنا لما عملنا influx لل NA وعملنا efflux لل K إحنا عكسنا ال distribution normally لل ions، فبتيجي هنا ال K ال NA K bump حتى ترجع ال equilibrium تبع ال NA وال K بريا وجوا. تمام، أوكي. هلا ال action potential لل SA node حيختلف شوي، شوف الشكل تبعه كيف حيبلش بهذا السلوب وهذا الخط اللي هو احنا بنسميه البيسميكر بوتنشال او البري بوتنشال. تمام، هو ما قبل الاكشن بوتنشال. فاحنا حنقسم الالكتريكال بوتنشال اوف ذا اس اي نود انتو اول ستيب البيسميكر بوتنشال اللي هي عباره عن البري بوتنشال اللي هو هذا السلوب، بعدين رح يجوا على الاكشن بوتنشال اللي فعليا رح يصير ديبولاريزيشن ريبولاريزيشن هايبربولاريزيشن اند باك تو ال كمان مرة للبري بوتنشال. تمام؟ اوكي. هلا اللي بيميز الـ SA node انه لما توصل للـ resting membrane potential تبعها اللي هي عبارة فقط عن سالب 55 لسالب 60 in comparison للـ other cardiac cells، حنلاحظ انه الـ resting membrane potential is سالب 85 لسالب 95، فهي الـ resting membrane potential تبعيتها اصلا عالية. تمام، لما توصل للريستنج ميمبرين بوتنشال زي ما انتم شايفين هون سالب 60 ما رح تضلها على البيز لاين. تمام، مباشرة رح تفوت بالبري بوتنشال فيز. فاحنا بالعادة بنحكي انه it does not or do not have stable resting potential، يعني هي بتوصل الريستنج بوتنشال ولكن ما رح تضلها على الريستنج بوتنشال، مش حضلها على الريستنج بوتنشال، يعني ما عندهاش ستيبل ريستنج بوتنشال. مجرد ما وصلت للسالب 60 اللي هي عباره عن الريستنج بوتنشال مباشره رح تبلش ترتفع وتفوت بالبري بوتنشال. ودخولها بالبري بوتنشال هلا بنعرف هو شو سببه بالضبط، اللي هي دخول ايونز معينه لحد ما توصل للثريشولد، والثريشولد هو عباره عن سالب 40، بعد هيك رح يبلش مباشره يفوت بالفيز اوف ديبولاريزيشن. تمام، اوكي. بعدين بتفوت بالاكشن بوتنشال اللي ببلش بالديبولاريزيشن ريبولاريزيشن. فهي مجرد ما وصلت الريستنج ميمبرين بوتنشال لإلها اللي هي عباره عن سالب 60 احيانا سالب 55 ما رح تضلها عليه لانه unstable، فمباشره رح تروح بالفيز تبع البري بوتنشال، والبري بوتنشال مسؤول عنها فتح هلا شانلز معينه رح نعرف ايش هي لحد ما توصل للثريشولد اللي هي عباره عن سالب 40. هون رح نفوت بالاكشن بوتنشال بالاكتوال اكشن بوتنشال اللي رح يبلش بالديبولاريزيشن repolarization، بعدين وصولا لل resting membrane potential، لكن ما رح تضل عليه نفس الاشي، حتدخل بال pre potential وهكذا. هلا ال action potential اللي هي زي ما حكينا حيفوت مباشره بال rabbit depolarization rabbit repolarization، حيفوت بعدين على ال resting membrane potential اللي هي عباره عن unstable resting membrane potential، يدخل مره ثانيه بال pre potential اللي هي عباره عن pacemaker potential أو منسميها الـ resting membrane potential، ولكن هي مش stable resting membrane potential. okay it is unstable resting membrane potential. طيب
نحكي أكثر عن pacemaker potential اللي هي الفيز الأول اللي هي عبارة عن pre-potential. pre-potential حيكون مسؤول عنها three things. okay. طبعاً إحنا ال pre-potential هنقسمها ل two phases. الفيز الأولى والفيز الثاني أو الحاف الأول والحاف الثاني. هلا النصف الأول من ال pre-potential النصف الأول من pre-potential حيكون مسؤول عنه أول إشي increase the inward NA اللي هي NA influx والinflux of the NA حيتم بسبب فتح بوابات معينة بنسميها الفاني channels أو الفاني NA channels. okay. هي عبارة عن voltage gated NA channels نسميها funny NA channels. سبب تسميتها بالفاني إنه المفروض إنه ال NA channels تفتح متى إحنا بالaction potential اللي متعودين ندوسه تفتح لما نوصل لل threshold اللي هي لما يزيد لما يزيد resting membrane potential من negative كتير toward the positive. لما نوصل إحنا لل threshold لما نحكي لل threshold هون مثلا هي عبارة عن minus 40 المفروض إنه لما يوصل لل threshold تفتح هاي البوابات حتى يصير في عندنا depolarization actual depolarization. ولكن هاي الشانلز هتفتح بالSA node اللي هي بالpacemaker ب very low resting membrane potential بسالب 60 يعني احنا بعيدين كتير عن الthreshold. okay. لهيك سميناها funny لانه الaction تبعها شوي مختلف عن الaction تبع الvoltage gated NA channels اللي متعودين ندرسهم. تمام. okay. والسبب الثاني هو عبارة عن انه الK channels مسكرين ما في عندنا efflux او ما في عندنا خروج للكي فانا عم ببني البوزيتيف خلينا نحكي ايونز داخل الخليه عم بفوت ان اي وما بطلع كي بمعنى اخر انا عم بزيد بالبوزيتيف ايونز داخل الخليه فانا بزيد بالريستنج ميمبرين بوتنشال حد انا ما اوصل لنصف الطريق تبع البري بوتنشال لعد سالب 50 بعد سالب 50 رح يكون مسؤول عن البري بوتنشال بوابات ثانيه اللي هي عباره عن الكالسيوم شانلز وهي نوع خاص من الكالسيوم شانلز بنسميهم ترانزينتلي او ترانزينت اوبننج كالسيوم شانلز بتفتح لفتره كتير قصيره فقط دورها حتى تتمم البري اكشن او البري بوتنشال. تمام. اوكي هاي الشانلز زي ما حكينا هي عباره عن ترانزينت شانل مسؤوله عن السكند هاف اوف ذا بري أو الـ pacemaker potential أو الـ pre-potential. تمام؟ بتفتح فقط لفترة كتير قصيرة. طبعاً انتبهوا للاختصارات هون الدكتورة كتير شددت عليهم اللي هي الـ funny F الـ IF الـ T اللي هي transient والـ L اللي هي long lasting. okay. احنا لحد هلأ حكينا عن الـ funny وحكينا عن الـ transient. تمام؟ الـ transient المسؤولة عن transient calcium المسؤولة عن الـ second half of the pre-potential. طيب لحد أنا ما أوصل للـ threshold of depolarization بعد هيك ببلش عندي الـ actual action potential. تمام؟ فهذا هو البعطي الـ auto-rhythmicity of the heart إنه في عندنا بوابات هتفتح لحالها هيك أول ما أنا أوصل للـ resting membrane potential ما هتسمح للـ membrane potential إنه يضلوا بالـ resting membrane potential مباشرة رح يخليه unstable ويرفع 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 لحد ما أنا أوصل للـ threshold مجرد ما أوصل للـ threshold حيبلش في عندي الـ actual action potential اللي هنحكي عنه هون اللي حيكون مسؤول عنها اللي هي عبارة عن voltage gated calcium channel أو long lasting calcium channel اللي هي النوع الثالث من channels حنحكي عنها في SA node potential. إذا إحنا transient فتحت حتى تكمل النص الثاني من pre potential ولكن long lasting calcium channel حتفتح حتى يصير في عندنا أول خطوة من خطوات actual action potential اللي هي عبارة عن depolarization. فdepolarization حيكون مسؤول عنها الكالسيوم channel. أي نوع؟ long lasting. long lasting يعني حتفتح فترة طويلة نوعا ما حتى تسمح لل complete depolarization of these channels. هلا احنا بالسكيت المصري اللي كان ماخذ هذا الدور of depolarization هي عبارة عن NA influx اللي هي voltage gated NA channels بس voltage gated NA channels وين شفناها؟ بال first half of P pre-potential هون فانتو دائما احفظوا الفروقات كتير مهم. هلا بعد ما أكمل depolarization أوصل أنا لأعلى قيمة اللي هو تقريبا 0 بعد هيك أنا بدي أفوت repolarization. تمام؟ repolarization مسؤول عنها هون نفس ما هو مسؤول عن اللي إحنا متعودين عليه اللي هي عبارة عن efflux of K البوتاسيوم فبسكر أول إشي long lasting calcium channel بسكر أو بيوقف influx of calcium بعد هيك بتفتح K channels اللي هي عبارة عن potassium channels حتى يصير في عندنا efflux of
البوتاسيوم ايونز وترجع الميمبرين بوتنشال توورد الريستنج ميمبرين بوتنشال. مجرد ما وصلت الريستنج ميمبرين بوتنشال ات وونت بي ستيبل، ما رح تضلها هناك، مباشره رح تفوت بالبري بوتنشال، لانه الريستنج ميمبرين بوتنشال حيحفز عندي فتح او فتح بوابات الفاني ان اي شانلز. اوكي طيب، هلا نفوت على الخاصيه الثانيه اللي هي عباره عن الاكسايتابيلتي. والاكسايتابيلتي حنحكي عن الاكشن بوتنشال اوف الكونتراكتايل ماسلز. اوكي هلا الكونتراكتايل ماسلز حتفرق عن الاس اي نود اللي هي البيس ميكر، ان الريستنج ميمبرين بوتنشال از سيميلر اللي احنا متعودين عليه اللي هي عباره عن سالب 90 ملي فولت. ننتبه على الوحده ملي فولت مش فولت، هاي واحد. اثنين انه هي حتعتمد على الالكتريكال اكتيفيتي اللي جايه من البيس ميكر، يعني هي نفسها ما حتعتمد على حالها، تمام؟ هي حتعتمد على البيس ميكر الموجود بالقلب، تمام؟ مش مثل لما يكون في عندنا البري بوتنشال بالبيس ميكر، فهي حتعتمد على حالها بالكرييشن اوف اكشن بوتنشال، لا هي حتستنى الاكشن بوتنشال يجي من البيس ميكر حتى يبلش عندنا عندها الاكشن بوتنشال، تمام؟ اوكي هلا حيكون في عندنا الفيزز، حنبلش بانيشيال depolarization اللي هو phase 1، بعدين في عندنا initial repolarization اللي هو الهبوط الصغير هاد، حندخل ب phase 3 اللي هي عبارة عن plateau. والplateau هي اللي بتميز contractile cardiac muscle عن SA node وعن skeletal muscle. ما في عندنا plateau بالskeletal muscle بالcontractile أو بالSA node اللي هي pacemaker، تمام؟ يعني بمعنى آخر رح يكون في عندنا فترة أطول للcontraction من skeletal muscle بالcardiac muscle. بعد هيك رح نفوت بالفاينل ريبولاريزيشن. سو في عندنا انيشال ريبولاريزيشن اند الفاينل ريبولاريزيشن فعليا رح يوصلني للريستنج ميمبرين بوتنشال. والريستنج ميمبرين بوتنشال زي ما انتم ملاحظين هون هي ستيبل ميمبرين بوتنشال، تمام؟ اوكي هلا الانيشال ديبولاريزيشن. الانيشال ديبولاريزيشن اللي هي عباره عن فيز نمبر 1، المسؤول عنها هو عباره عن الاوبننج اوف الفاست فولتج جيتد sodium channel اللي هي اللي احنا متعودين عليه. depolarization initial depolarization المسؤول عنه هو the influx of sodium fast، لانه شوفوا قديش حياخد وقت فقط، يعني جزء يعني يقول الى zero تقريبا الوقت اللي بيستغرقه الكاردياك مصل حتى تعمل depolarization. fast voltage fast لانه شوفوا قديش يعني سريع جدا ال depolarization phase او initial depolarization كتير سريعة، تمام؟ يعني تقريبا الوقت اللي بياخده depolarization لحاله يقول لا zero، تمام؟ بعدين حندخل بالinitial repolarization. الinitial repolarization هي عبارة عن النزول الطفيف الموجود هون، تمام؟ قبل ما يدخل بالplateau مسؤول عنه هو the closure، تمام؟ fast sodium channels will be closed، تمام؟ اللي كانت مسؤولة عن depolarization. بنفس الوقت بصير في عنا opening للtransient potassium channels. transient potassium channels حتخلي كمية صغيرة small amount أو quantity of potassium تدخل، رح تعمل لنا شوية repolarization، تمام؟ ولكن هلا رح تيجي channel تانية تفتح حتى تسعف الوضع وتدخل المصل بالplateau اللي هي عبارة عن الcalcium channels زي ما هو مكتوب هون. هي due to slow opening of the calcium channels a long type long lasting calcium channels اللي كانت عندنا تفتح بالdepolarization. إذا بتتذكر depolarization بالSA node وأنا بستخدمها بالplateau phase، تمام؟ فبتفتح وبتخلي الكالسيوم تبي influx تفوت جوا الخلايا، وهذا الكالسيوم by the way اللي عم بتراكم جوا الخلايا هو اللي رح استخدمه أنا بالcontraction اللي رح يتم بعد الaction potential. فالcontraction اللي هي الميكانيكال response بيجي بعد الالكتريكال response. الالكتريكال response هو الaction potential اللي احنا عم نشرح فيه هلا، بعدين بيجي الميكانيكال response اللي هي عبارة عن contraction. فمهمة الالكتريكال response هي انها تدخل لي هذا الكالسيوم حتى انا استخدمه بالcontraction. ما في عندنا contraction without calcium. اوكي طيب، طبعا البتو تقريبا بضلها 200 ملي سكند. بالاتريال muscle fiber and 300 millisecond بالventricular muscle fiber. لهيك بنلاحظ انه contraction period of contraction is 5 times 15 times اكثر بالcardiac muscle من skeletal muscle، تمام؟ لانه في عندنا plateau. اوكي بعدين اخر شيء بصير في عندنا repolarization. repolarization وقت ما سكر calcium channels اللي هي long lasting calcium channels بتفتح عندنا voltage gated K channels أو البوتاسيوم channels، بصير في عندنا الـ efflux of potassium، فبالتالي بصير في عندنا الـ repolarization، تمام؟ أوكي
هاي آخر إشي ملخص لكل اللي شرحناه بالنسبة للأكشن بوتنشل بالكونتراكتايل كاردياك مصل. أهم إشي تحفظوا الفرق ما بين، طبعا هي هونش نو هون صارت أوضح، تحفظوا الفرق ما بين الأكشن بوتنشل بالأس أي نوت، ناخذ الألم بس بالأس أي نوت، بالأكشن بوتنشل بالكونتراكتايل كاردياك مصل. الأكشن بوتنشل بالأس أي نوت بتمثل لي الخاصية الأولى اللي هي عبارة عن الريذمسيتي أو الأوتو ريذمسيتي، أما الأكشن بوتنشل بالكونتراكتايل كاردياك مصل فبتمثل لي الخاصية الثانية اللي هي عبارة عن الإكسايتابيلتي. تمام، كتير احفظوا الفرق بينهم، أنا لخصت لكم إياهم هون بالنسبة إيش الشانلز بتفتح وبتسكر بكل مرحلة، وتقريبا هاي أهم شيء بالمحاضرة. يعني هاي بالنسبة لمحاضرة اليوم، إن شاء الله تكون سهلة، هي طويلة لأنها مقدمة لكل شيء رح نحكي لقدام، يعني كل جزئية إحنا وقفنا عليها إن شاء الله رح تنشرح بالتفصيل لقدام. ويعطيكم العافية، أي سؤال ابعتولي أنا إنعام دومي، ونشوفكم إن شاء الله بالمحاضرة رقم 2.